تحياتي التغطية المباشرة لأحداث أوكرانيا متواصلة ومستمرة على شاشة التلفزيون العربي. فجراً أعلن الرئيس الروسي عملية عسكرية ضد الأراضي الأوكرانية، وتتالت الأحداث وتتالت الخطابات بعدها أيضاً المواقف. نرصد ذلك وإياكم عبر شاشتنا وعبر أيضاً نافذة خاصة من كييف مع الزميلة نجلاء أبو مرعي وشبكة مراسلي التلفزيون العربي المنتشرين في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية. كونوا معنا، تابعونا على شاشة التلفزيون العربي أو عبر البث المباشر لقناتنا عبر اليوتيوب.